أكد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية 2018 تؤكد أن المواطن البحريني قال كلمته عبر إيصال ممثليه إلى مجلس النواب وكذلك المجالس البلدية ليكتمل العرس الديمقراطي لمملكة البحرين. وأكد رئيس مجلس النواب أن التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين وعلى الرغم من حداثتها إلا أنها أثبتت وعي الناخب البحريني والتفافه حول قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله، موضحا معاليه أن المسيرة الديمقراطية تواصل تطورها ذاتيا لتشكل النموذج البحريني للديمقراطية الذي دعا إليه جلالة الملك المفدى منذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم في البلاد. وأشار معاليه إلى أنه من حسن الطالع أن يتزامن وصول المرأة البحرينية لقبة البرلمان بهذه النسبة غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات في مملكة البحرين مع يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي هذه السنة بالمرأة في المجالين التشريعي والبلدي. وجدد رئيس مجلس النواب تأكيده أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018 دليل جديد على حرص أبناء الشعب البحريني على المشاركة في بناء مستقبل وطنهم والدفاع عن مكتسباته والإسهام الفاعل في المسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى بحكمته المستنيرة والتي جعلت من مملكة البحرين واحة أمن وسلام.